خالد الغندور في محاولة لكن في سقوط، حكم اللقاء كل شيء أصبحت مرتدة. رفيق كابو، محاولة من رفيق يعدي من ساليفو، تلعب داخل منطقة الجزاء. مصطفى ديودار تاني لرفيق، هوبا يا ولد يا لعيب يا رفيق يا لعيب يا رفيق، يكمل الطريق ويسجل هدف تاني رائع له لمعان وبريق عن طريق رفيق كابو، يضع الكرة على طريقة الباسكت على طريقة الهاندي بول. مش ممكن من كرة لعبت جميلة، هو اللي بدأ الهجمة وفات ومشي وهيئها بعد كده في الجهة اليسرى لمصطفى ديودار، أكمل المشوار وبالقدم اليسرى يسكنها في الزاوية اليسرى لمرمى عمر خليل وفي شباك الاتحاد. هدفين دون مقابل، هدف تاني مع الدقيقة 67، هدف جميل، عدى وفات ومشي وتحرك والحركة فيها بركة وما اكتفاش فقط بالتمرين.